بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس نستكمل الدروس السابقة عن الـ processing للأري أو معالجة الأري. يعني بعد ما يكون عندنا أري سوينا لها declaration و creation وممكن نكون عبيناها يعني بقيم، مثلا افرض الأري هذه فيها 3 مثلا 7 2 4 زين. الآن أبغى أسوي processing للأري هذه. في الدرس السابق شفنا كيف ان نعبي الاري في قيم، نعبي في الاري قيم معينه. في هذا الدرس ان شاء الله راح نشوف كيف نوجد مجموع العناصر اللي في الاري، كيف نجمع العناصر اللي في الاري. يعني بمعنى اخر انه هل الجزء هذا من الكود زين راح يطلع لنا قيمه مجموع العناصر هذه اللي 3 و7 10 و2 12 و4 16. فإذا راح يطلع لنا قيمة سم 16. كيف أننا نجمع عناصر الأري؟ طبعا مرة ثانية راح نستخدم لوب. الأريز دائما نستخدم لوب بشكل كبير جدا في الأريز بشكل سهل جدا. يعني أول شيء راح نقول السم بزيرو، فيكون السم عندنا بزيرو، والآي عندنا بزيرو، فتكون الآي بزيرو بداية اللوب. بعد كذا الآن نفذنا الجزء هذا وانتهينا منه، نفذنا الجزء هذا وانتهينا منه. الآن راح ندور في اللوب هذه ونشيك ونزيد العداد ونزيد على الصم. زين في المرة الأولى طبعا نشيك هل الآي أصغر من اللينكث حق الأري. اللينكث حق الأري 4، الآي 0، فيتحقق الشرط. إذا ننفذ العملية هذه. العملية هذه وش راح تسوي لنا؟ تقول لنا عطني numbers of i. زين راح نقرأ قيمة numbers of i. كم قيمة numbers of i؟ أول ما نبدأ الآي هي 0، فإذا راح ناخذ numbers of، طبعا هنا صفر، فإذا numbers of zero. زين هذه قيمة الآي numbers of zero. فإذا نبغى numbers of zero ونبغى نزيده على قيمة الصم القديمة. قيمة الصم القديمة هي صفر، numbers of zero قيمته 3، فإذا راح نزيد القيمة ونضعها في نضع القيمة الجديدة في صم، فراح تكون القيمة الجديدة لصم هي 3. راح نضع هنا القيمة 3. بعد كذا نزيد العداد بواحد، فراح تكون قيمة الآي الجديدة بواحد، فنضع هنا واحد. زين ثم نشيك هل الآي أصغر من اللينكث، هل الواحد أصغر من الأربعة. نعم الواحد أصغر من الأربعة. فإذا مرة ثانية ندخل على العنصر numbers of i، الآي هنا صارت واحد بدل ما هي صفر. فإذا ندخل على numbers of one زين بدل ما زيرو، هذا numbers of one. زين كم قيمته؟ قيمته 7. راح نجمعها على قيمة صم القديمة. قيمة صم القديمة هي 3 والقيمة هذه 7، فثلاثة زائدا 7 راح يعطينا 10. فإذا نضع قيمة الجديدة لصم بعشرة. زين مرة ثانية نزيد العداد الآي بواحد، نجي نعدل هنا العداد فيطلع عندنا 2. زين زدناه بواحد، هو كان واحد زدناه واحد صار 2. هل العداد ما زال أصغر من اللينكث حق الأري؟ نعم. نجي ندخل جوا الأري الآن ومرة ثانية ناخذ قيمة numbers of، وهنا طبعا الآي كان باثنين، فنقول numbers of 2، فعطنا numbers of 2. زين فإذا راحت الصفر راح الواحد بقى الحين اثنين numbers of 2. وين numbers of 2؟ هذه numbers of 2 اللي هي هذه. فالآن نبغى قيمة numbers of 2 اللي قيمتها 2 وقيمة الصم العشرة الحالية. فإذا نجمع 2 زائد 10 فيطلع لنا القيمة 12، ونضع القيمة الجديدة في الصم. فإذا راح نمسح القيمة القديمة في الصم ونضع فيها القيمة الجديدة اللي هي 12. ثم بعد كذا مرة ثانية نروح ننفذ زيادة العداد، فنزيد العداد بواحد يطلع لنا العداد قيمته 3. هل ما زلنا، هل تعدينا اللوب؟ لا طبعا ما تعدينا اللوب، الى الان احنا في العنصر الثالث، ما زلنا في العنصر الثالث. لاحظ السهم. طبعا يفضل انت لما تحلها هذه في ورقه بنفسك يعني على ورقه انك تضع سهم دائما حتى ما تنسى وين العنصر اللي انت فيه في اللوب. فنجي الان نقول الان راح ندخل على numbers of i، الاي 3 زين، فنقول هنا الاي 3 ونمبرز اوف 3. فما هي numbers of 3؟ هذه هي numbers of 3، نضع عندها سهم حتى ما ننسى ونشيل السهم السابق. إذن هذا هو العنصر اللي راح نسوي له processing.
numbers of 3 قيمتها 4 راح نجمعها على قيمة الصم اللي هي 12 راح تطلع لنا القيمة الجديدة 12 زائدا 4 وتساوي 16 فنضع قيمة الصم الجديدة القيمة 16 زين بعد كذا انتهينا من تنفيذ السطر هذا الآن نروح نزيد العداد بواحد تنزيد العداد يصير 4 لاحظ التنفيذ دائما نفذنا الجملة هذه في بداية اللوب مرة واحدة بس في بداية اللوب بعد كذا التنفيذ راح يشيك ينفذ البادي يرجع مرة ثانية للزيادة التنفيذ تقريبا نقدر نقول انه ماشي بالشكل هذا اول ما يسوي يشيك زين هنا رقم 1 ثم بعد كذا ينفذ السطر هذا رقم 2 ثم بعد كذا يزيد العداد بواحد رقم 3 ثم يرجع مرة ثانية هذه طبعا تنفيذ اللوب بشكل عام ليس له علاقة بالأري لكن بس حبيت أذكرك طيب الآن صارت قيمة الآي بأربعة هل الأربعة أصغر من اللينكث حق اللوب اللي هو 4 لا ليست أصغر هي مساوية إذن انتهينا من اللوب الآن نطلع يطلع التنفيذ برا اللوب وانتهينا وفعلا أصبح عندنا مجموع العناصر اللي في الأري استطعنا أن نجمع العناصر اللي في الأري إذن مرة ثانية احنا شفنا في الدروس السابقة كيف نسوي تعريف للأري declaration كيف نحجز الأري في الذاكرة creation أو allocation كيف ندخل نسوي access للعناصر حقت الأري سواء read أو write ثم شفنا كيف نتعامل مع الأري في loops ونسوي لها processing